90% إلى 95%، يعني هكذا يقول النقاد، بأن ركلة الجزاء يكون الهدف الثالث حاضرا فيها. راح نشوف الآن سالم سعد يلعبها، جول ثلاثية شبابية الآن عن طريق سالم سعد من ركلة جزاء. شايف هنا جماهير الشباب، وتحية أيضا من هبيطة مدير الفريق، في يوم ما كان هبيطة أيضا يتواجد مع سالم سعد في الملعب، واحد مدافع والثاني مهاجم، وعيال سعد أيضا مروا على الكرة الإماراتية بشكل حلو. نتذكر جميعا المدفعش الكبير اللي هو أبخيت سعد وشقيقة أيضا خميس سعد.